إمام من الرعيل الأول، وصوت أثري وتلاوة إيمانية خاشعة، ومعلم علم من أعلام قراء القصيم وعلمائها، إنه الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأب مهتم بالعلم أيما اهتمام، ولد الشيخ عبد الله القرعاوي عام 1954 بمدينة بريدة، فنشأ في بيئة مهتمة بالعلم والتعليم، وفي ظل رعاية والده الذي سعى لتحصيل ابنه العلوم في سن مبكرة، فعهد بابنه لكبار العلماء في الكتاتيب بالمساجد ذلك الوقت، فتعلم عليهم القراءة، فيما أمره والده بنسخ الكتب المطبوعة لتعلم الكتابة والخط العربي. عند فتح المدرسة العلمية الأهلية في بريدة، ضمه والده لها لتلقي مختلف العلوم بالمدارس النظامية، مع مواصلته تلقي الدروس العلمية على يد كبار العلماء في المساجد. بدأ الشيخ القرعاوي يخلف إمام المسجد القريب من بيته بالصلاة، ويلتف حوله مريدي تعلم القرآن وتصحيح التلاوة، فكانت بدايات الانطلاقة في رحاب القرآن الكريم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بجد واجتهاد عرف به أهل المنطقة، وسعي في أمور الدين والدنيا، كان الشيخ القرعاوي يمضي وقته في طلب العلم وتعليم الناس ومساعدة والده في التجارة، حتى عين في مدرسته التي تعلم فيها معلما، فقرر والده أن يتركه يتفرغ للتعليم وطلب العلم والاستزادة من العلوم المختلفة على يد كبار العلماء في بريدة، فنال علما غزيرا ومعرفة كثيرة، وأعطي إجازات ونال إشادات من العلماء. تمكن الشيخ القرعاوي من جمع العلم وتزكيته في آن واحد، مع انضمام الكثيرين لصفوف الدراسة وانتشار الوعي بأهمية التحصيل العلمي في مجتمعه المحيط، وكان حريصاً على تنويع الدراسة التي يتلقاها من متخصصين عدة في الفترة المسائية وبعد الفجر وفي الإجازات المختلفة، فشب طالباً للعلم ومعلماً وقارئاً للقرآن الكريم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بإصرار من شيخه الشيخ صالح بن أحمد الخريصي وتزكية من علماء بريدة وطلبة العلم فيها، عين الشيخ عبد الله القرعاوي إماما وخطيبا لجامع الملك فهد ببريدة، وهو الجامع الأعرق في المدينة والأكبر حجما، وكان ذلك عام 1979. وانطلق فيها الشيخ القرعاوي مرتبا شؤونه وموجها وخطيبا أثرى خطب الجمعة بعلمه الغزير ومخاطبا الناس بنبرته التربوية الحانية. نظم الشيخ القرعاوي دروسا خاصة في الجامع الكبير، وألقى الكلمات والمحاضرات لرواد الجامع الذي يقع في القلب التجاري لبريدة، فنفع الله على يديه خلقا كثيرا، ناشرا التعاليم الإسلامية السمحة وموضحا للأحكام الشرعية المختلفة في جامعه ومدرسته التي استمر فيها. استمر الشيخ القرعاوي إماما لجامع الملك فهد ببريدة حتى عام 1985، ثم عاد إليه بعد إعادة افتتاح الجامع إثر إعادة بنائه وتوسعته على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى عام 1993، واستمر في الإمامة والخطابة وإلقاء الدروس حتى يومنا هذا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. للشيخ عبد الله القرعاوي مؤلفات عديدة وبحوث مختلفة أثرى بها المكتبات الإسلامية، شرح فيها ووضح وبحث فيها واجتهد ووثق علمه الذي جناه منذ سنين عمره الأولى. كما جمع الشيخ القرعاوي رسائل مختصرة في مواضيع عدة بيّن فيها شروحا في مسائل مختلفة تهم الباحث والسائل، ساعيا لتبسيط العلوم الشرعية وتسهيلها للمتلقي، انسجاما مع دوره الريادي في التعليم والتربية في المدارس وعلى المنابر وفي مجامع الناس المختلفة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تميز الشيخ القرعاوي بفصاحة اللسان وحسن المنطق وعبقرية المخاطبة لمختلف شرائح المجتمع الذين يقصدون الجامع الكبير، فيأخذهم في عالم من الإيمان والخشوع ويحذيهم من علمه ويزودهم بشتى العلوم في منارة علمية وفكرية شكلت عصورا من النهضة المعرفية عرفت بها مدينة بريدة. اكتسب الشيخ عبد الله القرعاوي مزية صوتية بتلاوته النجدية البسيطة ونبرته الأثرية الجميلة التي تجعل السامعين له يحلقون في أجواء إيمانية خاشعة، اجتمعت مع تصميم المسجد الذي بني على الطراز النجدي القديم
وبالقيمة التاريخية العميقة، وارتبط به اسمه لأكثر من 4 عقود من الزمن، معلما وإماما وخطيبا على المنابر وقارئا مهيبا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.